مشاهدينا أهلا بكم مجددا، نقدم لكم في هذا الفيديو أقوى صاروخ نووي روسي في العالم. تعتبر روسيا واحدة من أقوى الدول التي بحوزتها صواريخا هجومية قادرة على تدمير أي هدف، كما أنها تمتلك صواريخ نووية عابرة للقارات قادرة على تدمير مدينة بحجم نيويورك أو واشنطن. كما تعتبر الصواريخ الهجومية الروسية أداة أساسية لحماية البلاد من عدوان محتمل. أصدر مركز ماكييف الروسي بياناً يكشف فيه عن أول صورة لتصميم الصاروخ الباليستي الجديد سارما من طراز ER-EES-28، ومن المقرر أن يستبدل صاروخ سارما الثقيل الجديد الذي يعمل بالوقود السائل على مرحلتين بالصواريخ الباليستية الأقدم الترسانة النووية. أرفق المركز المختص لتصميم الصواريخ بنص جديد يقول: تم تكليف مركز ماكييف لتصميم الصواريخ بالبدء في العمل على الصاروخ سارما الجديد بناء على قرار الحكومة الروسية بشأن التعاقدات الدفاعية لعام 2010 ولفترة التخطيط ما بين 2012 و2013. ووصفت الصحافة الغربية الصاروخ الروسي بالمرعب، وذلك لأنه يتميز بقدرته الفائقة على المراوغة والإفلات من منظومات الدفاع الجوي والصاروخي عن طريق مسار شبه دائري وبرؤوس حربية سرعتها تفوق سرعة الصوت. وأعلنت نشرة بريطانية متخصصة في الأمور العسكرية أن صواريخ ERS-28 المميزة تمنح روسيا الفرصة لأول مرة في تسديد ضربات دقيقة في إطار الحرب الإقليمية لاستخدام رؤوس غير نووية، وتكفي الطاقة الحركية لرؤوس الصاروخ الحربية لتدمير مركز قيادة حصين أو خطوط دفاعية. يزن الصاروخ الجديد 100 طن ويعمل بالوقود السائل، وينطلق من منصة تحت الأرض، ويستطيع أن يحمل رؤوسا حربية مدمرة تزن 10 أطنان إلى أي بقعة على الأرض. كما يسمح مخزون الطاقة للصاروخ بالتحليق عبر القطبين. الشمالي والجنوبي، وسينضم صاروخ سارما إلى ترسنة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بديلاً لأضخم صاروخ حربي في العالم يعرف باسم فوي فودا أو ساتانا بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي، وهو قادر على الانطلاق حتى بعد ضربة نووية من قبل العدو. وصواريخ سارما تستطيع اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخية الموجودة في العالم سواء الحالية أو المستقبلي، فلا توجد في العالم منظومة دفاع صاروخية تستطيع تعقب وتدمير عشرات الرؤوس النووية. التي يطير كل رأس منها وفقا لمساره الباليستي الخاص المتعرج، فتارة يرتفع وتارة ينخفض، يتجنب الجبال أحيانا وأحيانا أخرى يتستر بها، يطير بسرعة فوق سرعة الصوت عند الضرورة وبأقل منها في ظروف أخرى. والأكثر من هذا، إن الجيش الروسي استطاع تصنيع طائرة تحمل صواريخ سارما، حيث يعد المشروع 42-02 هو مشروع طائرة شراعية تفوق سرعتها سرعة الصوت، وستكون قادرة على الوصول إلى سرعات بين 7 و12 ماخ، وقادرة على المناورة للتغلب على أي دفاع صاروخي. ومن مميزات الصاروخ سارما أنه خفيف الوزن، يستطيع حمل عدد كبير من الرؤوس الحربية، وهو قادر على التحليق لمسافة أكثر من 11,000 كيلومتر. هذا الصاروخ عابر للقارات ولديه خصائص ومزايا فريدة من نوعها، أبرزها قدرته على تغيير الارتفاع والاتجاه والسرعة، ولديه مستوى عال من الحماية النشطة في شكل أنظمة مضادة للصواريخ والدفاع الجوي، ومستوى عال من التحصينات الأمنية. لكم للمشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم.